عدة دول أوروبية تعلن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ورئاسة الفلسطينية ترحب. الأونروا تحذر من نفاذ مخزون الأدوية في قطاع غزة بسبب استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر. ومدبولي يثمن دعم الهيئات المالية العربية لمشروعات تنموية في مصر. الثانية عشر ظهرا التاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي دانا مدحت. إليك دانا. أهلا بك دعاء، أهلا بكم مشاهدينا. البداية ستكون من تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قال سايمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي إن دبلن تعترف بدولة فلسطين المستقلة، ومضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع القادمة. أعلن رئيس الوزراء النرويجي جونس جار ستور اعتراف بلاده بدولة فلسطين المستقلة على أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وفي مؤتمر صحفي قال ستور إن الإعلان يؤكد موقف النرويج الثابت في حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ويدعم القوى المعتدلة التي تشهد تراجعا في صراع طويل وقاس على حد وصفه. أكد رئيس الوزراء النرويجي التزام أوسلو بحل الدولتين على حدود ما قبل 67 وفق المرجعيات الدولية، وأشار إلى قناعة بلاده بأن إقرار السلام في الشرق الأوسط يتطلب قيام دولة فلسطينية. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة يوم الثلاثاء 28 من مايو الجاري. قال سانشيز خلال كلمة في البرلمان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرض حل دولتين للخطر ويواصل تدمير قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشعب الإسباني مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر قطاع غزة. شدد على أن تهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سيتم مواجهتها عبر الآليات الديمقراطية. هذا وأشار بيدرو سانشيز إلى أن إسبانيا ستحتضن 30 طفلا يعانون من الأمراض في مستشفياتها. رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين. ثمنت الرئاسة الفلسطينية مساهمة هذا القرار في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين. حثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم خاصة الدول الأوروبية والتي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين على أن تحذو نفس الحذور في الاعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا والمستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 67.
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين. أوضحت الوزارة أنه بهذه الخطوة المهمة أثبتت هذه الدول مرة أخرى التزامها الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني. أكدت أن هذا الاعتراف يأتي انسجاما مع القانون الدولي وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما سيسهم بدوره بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية والرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وإلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. أعرب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بقرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، موجها الشكر للدول الثلاث على هذه الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع على حد وصفه. دعا أبو الغيط الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتضاء بالدول الثلاثة في خطوتها المبدئية الشجاعة. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة في العدوان المتواصل اليوم 229 على التوالي. أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على منازل المواطنين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، فيما تم انتشال جثامين 6 شهداء و6 جرحى بعد قصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلا بجباليا شمال قطاع غزة. هذا كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال قذائف على المناطق الجنوبية والشمالية لمدينة غزة وعلى المنطقة الشرقية من مخيمي النصيرات وسط القطاع. كانت غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال قد استهدفت مخيم البريج، فيما قصفت قوات الاحتلال عدة مبان بمدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات خلال الساعات الماضية. المزيد نتابعه عن الأوضاع الميدانية في هذا التقرير. هنا غزة، هنا مدينة الصمود، رائحة الموت تزكم الأنوف، وبقايا المنازل المهدمة تشهد على بشاعة لم يشهد العالم مثلها في التاريخ. وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على العدوان، لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تحصد أرواح المدنيين الفلسطينيين بغير رادع. المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة متواصلة رغم أنف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، في تحد يعكس مدى الغلظة والوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل من سكان القطاع، ومعظمهم من الأطفال والنساء والمرضى. وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع المحاصر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات خلال الساعات الماضية، كما استهدفت الغارات الجوية مخيم البريج، فيما قصفت قوات الاحتلال عدة مبان بمدينة خان يونس. وفي سياق حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات إسرائيل في غزة، أطلقت منظمة الصحة العالمية نداء استغاثة بأن مستشفى العودة في جبلية تحت الحصار، مشيرة إلى أن أكثر من 170 شخصا عالقون داخل المستشفى، وهم من المرضى والمصابين وأفراد الطاقم الطبي. وعلى الرغم من التحذيرات الدولية والأممية، يواصل جيش الاحتلال توسيع عملياته جنوب القطاع، حيث أرسل رسائل مسجلة على هواتف السكان ليبلغهم بتوسيع المنطقة الإنسانية لتشمل مناطق إضافية جنوب دير البلح في الوسط وصولا إلى خان يونس في الجنوب.
قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين فلسطين أونروا، قالت إن المراكز الصحية تابعة لها لم تتلقى في الأيام العشرة الماضية أي إمدادات طبية بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم. هذا وقالت المنظمة إن هذا يؤثر بشدة على مخزون الأدوية، خاصة الأدوية العامة مثل المضادات الحيوية للأطفال، ومشيرة إلى أن 7 مراكز صحية للأونروا فقط من أصل 24 ما زالت تعمل. تحت وطأة اشتداد العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب غزة، يواصل آلاف الفلسطينيين النزوح باتجاه وسط القطاع تزامنا مع تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني وانتشار خطر المجاعة، والمزيد في هذا التقرير. بينما يواصل آلاف الفلسطينيين رحلتهم الممتدة من النزوح والنزوح العكسي منذ أكثر من 7 أشهر في كامل قطاع غزة هربا من القصف، تتواصل مأساة هؤلاء السكان في التفاقم مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر الحدودية وسط عجز وصمت دولي مخزن. التصعيد الإسرائيلي المتزامن على شمال القطاع وجنوبه فاقم معاناة هؤلاء السكان الذين يصارعون للحصول على وجبة طعام والقليل من الماء ليجدوا أنفسهم في معركة يومية من أجل البقاء. وعلى وقع نقص الإمدادات الناجمة عن إغلاق المعابر وغياب الأمن، اضطرت وكالة الأونروا لتعليق توزيع الطعام في مدينة رفح الفلسطينية رغم الظروف البالغة القسوة التي يعيشها النازحون وسكان المدينة. وبينما وصفت مديرة العمليات في مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الوضع في القطاع بالكارثي والكابوس، إلا أنها اعتبرت أن هذه الكلمات تقف عاجزة عن وصف حقيقي لما يشهده القطاع من أزمة لم يشهد العالم مثيلا لها. المسؤولة الأممية كشفت أن 3/4 سكان القطاع أجبروا على النزوح جراء اشتداد قصف الاحتلال وتكرار أوامر الإجلاء لعدد من المرات وصلت لأربع أو 5 مرات. كما كشفت المسؤولة الأممية أن مخيمات رفح الفلسطينية التي كانت مكتظة خلت إلى حد كبير من قاطنيها، حيث اضطر معظم النازحين للفرار مجددا إلى دير البلح وخان يونس في مخيمات يفتقدون فيها لأدنى مقومات الحياة الأساسية في رحلات نزوح جديدة شاقة ومؤلمة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدوان الاحتلال العنيف على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أكبر الطواقم الطبية والمرضى على إخلائه، مضيفة أن الاحتلال استهدف المستشفى بينما كان يوجد بها عشرات والكوادر الطبية والجرحى وعدد من الأطفال في الحاضنات. تحت نار القصف الذي استهدف مستشفى كمال عدوان بشمال غزة، لم يجد هؤلاء المرضى أو الأطباء إلا الهرب للنجاة بأنفسهم من خطر الغارات الإسرائيلية والتي استهدفت إحداها للتو مبنى داخل المستشفى. وقت الاستهداف كان المستشفى يضم نحو 150 كادرا طبيا بتخصصات مختلفة وعشرات المرضى والجرحى في العناية المكثفة والجراحة وعددا من الأطفال في الحاضنات. طبعا ما حصل قبل قليل هو يعني لم يكن يعني يوما نتخيل أن يتم استهدافنا بشكل مباشر. طبعا تم استهداف قسم الاستقبال والطوارئ الآن بأكثر من 3 صواريخ موجهة. الصاروخ الأول لما تم ضربه على مدخل الاستقبال والطوارئ حاولنا الدخول، تم قصف الصاروخ الثاني ثم الثالث ثم المبنى المحيط اللي هو احد الجيران، الان لا نعلم ما هو مصيره. مع تزايد الخطر عملت الطواقم على نقل المرضى والجرحى في ظروف صعبه للغايه الى مراكز علاج اخرى، ما شكل خطرا كبيرا على حالتهم الصحيه، اضافه الى نيران الاحتلال المتواصله حول المستشفى والطرق الواصله اليه. كما تشاهدون اخلاء المرضى والكادر من داخل المجمع، من داخل المجمع الطبي. لا زالت قوات الاحتلال ترتكب المجازر بحق المدنيين بحق المنظومه الصحيه. قوات الاحتلال لا تريد اي شكل من اشكال الصمود لابناء شعبنا الفلسطيني. كما تشاهدون الكادر الطبي تم اخراجه تحت القصف والنيران والمدفعيه من مجمع كمال عدوان الطبي. الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بتعمده استهداف الكوادر الطبية وتدمير المنشآت الصحية
حيث استشهد جراء عدوان الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 500 كادر طبي في قطاع غزة والضفة الغربية. ارتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها إلى 8 شهداء، هذا بالإضافة إلى 21 إصابة على الأقل، بينها إصابات خطيرة. قالت مصادر طبية فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت مركبة الإسعاف التابعة لها بالرصاص الحي في حي الهدف أثناء توجهها لإسعاف مصابين، مما تسبب بأضرار في هيكل المركبة. اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، هذا وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد. يأتي ذلك بيتزامن مع تجديد قوات الاحتلال الإجراءات على أبواب المسجد ومنع المصلين من الدخول والصلاة في باحاته، وأيضا تضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحات المسجد الأقصى. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عيدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت في حارتي عويس وأبو عكر ودهمت عدة منازل. ثمن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي دعم الهيئات المالية العربية لمصر على مدار السنوات الماضية، ومؤكدا أنها أسهمت ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية. كذلك خلال الكلمة التي ألقاها مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية. أكد مدبولي في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، أكد أن الهيئات المالية العربية مطالبة بدور أكبر مع تعاظم التحديات الإقليمية والدولية، وأن الاقتصاديات العربية تحتاج مزيدا من الدعم المالي والفني لمواجهة تلك التحديات. إنني أشيد بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدى السنوات الماضية، وهو ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية. وبالرغم من كل ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية. السيدات والسادة، إن ثقتنا في قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت دولنا على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة. دعا مدبولي المؤسسات المالية العربية لمنح رأس المال البشري اهتماما خاصا في خططها التمويلية ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية. وأكد دكتور مصطفى مدبولي أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب
على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربية المشترك وفي القلب منها الهيئات المالية العربية بما يلبي تطلعات الشعوب العربية نحو غد أفضل ننعم فيه جميعا بالأمن والسلام والرخاء. يعد دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، حيث أدعو الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، كما ينبغي النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية علينا. كما أدعو مؤسساتنا المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تمنح رأس المال البشري اهتماما خاصا في خططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلا عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنا أساسيا من أركان عملية التنمية الشاملة. وفي الختام فإنني أؤكد أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وفي القلب منها الهيئات المالية العربية بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية نحو غد أفضل ننعم فيه جميعا بالأمن والسلام والرخاء. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي، وذلك وفق أحدث إصداراته لعام 2024. أشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية كان دافعا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم تدشينها في مارس من العام الماضي وفق أحدث النتائج التصنيف لهذا العام. تصدرت جامعة القاهرة المركز الأول محليا، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب الثاني محليا. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة وي سبورت في جامعة بنها في محافظة القليوبية من أجل تقديم الدعم المعنوي للطلاب وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها. وفي إطار المبادرة تم توزيع بعض الهدايا على الطلاب من مستلزمات دراسية وغيرها من الهدايا الرمزية. تقوم المبادرة بالترويج للخطة الشبابية الصيفية لمؤسسة حياة كريمة. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافلة طبية بالمجان في المستشفى العام بمحافظة مطروح. تضم القافلة عددا من التخصصات الطبية، وتستهدف الوصول لما يزيد على 1500 مريض من أهالي المحافظة وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة بني سويف قافلة طبية علاجية في قرية كوم الصعيدة بمركز ببا في محافظة بني سويف. تهدف القافلة إلى تقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وكل المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي بعدما نجحت في الموسم الماضي على توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وتحت إشراف طبي وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية.
وقد أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر صك الأضحية يصل إلى 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 10 أشهر، ويعد سعر الصك هو الأرخص في مصر، بالإضافة إلى أن اللحوم تعد الأعلى في الجودة. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سهم الصدقات يصل إلى 500 جنيه وهو يكفي لأسرة واحدة، وذلك الوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مراكز وقرى الجمهورية. اقترحت وزارة الدفاع الروسية مشروع قانون لمراجعة حدود المياه الإقليمية الروسية في بحر البلطيق، هذا ولم يتضح من الوثيقة ما إذا كان تغيير المقترح سيزيد أو يقلل من المساحة التي تطالب بها روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء المرحلة الأولى من مناورات القوى النووية غير الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الجنوبية للبلاد. قالت الوزارة إن التدريبات جاءت ردا على التصريحات والتهديدات الاستفزازية من المسؤولين الغربيين ضد روسيا، وتهدف إلى الحفاظ على الاستعداد القتالي للأفراد والمعدات للاستخدام القتالي للأسلحة غير الاستراتيجية لضمان سلامة أراضي روسيا وسيادتها. قالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تكتفي بالرد السياسي إذا أرسلت فرنسا قوات إلى أوكرانيا. هذا وأوضح رئيس الإدارة الأوروبية في الخارجية الروسية أن بلاده حضرت باريس من مغبة إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، مضيفا أن مثل هذا الإجراء سيزيد من خطر وقوع اشتباك ما بين البلدين المسلحين نوويا. أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية تمكن طائرة بدون طيار من إغراق زورقين روسيين جنوبي البلاد. أضافت القوات الأوكرانية في بيان أنه من خلال إسقاط ذخيرة بدقة باستخدام مسيرة تابعة لحرس الحدود تم إصابة الزورقين الروسيين وإغراقهما. وبحسب البيان أيضا وفي اتجاه زابوريتشا، قالت القوات الأوكرانية إن طائرات بدون طيار دمرت موقعا لعتاد عسكري روسي شمل قذائف هاون. مع
بينما تحرز القوات الروسية تقدما في مواجهة نظيرتها الأوكرانية خاصة في منطقة خاركيف. يسير دعم الغربية لأوكرانيا بوتيرة متسارعة وعلى أكثر من صعيد. المزيد حول هذا الدعم في العرض التالي مع كريم الخولي. نتابع. أهلا بكم. في ظل التقدم الذي تحرزه القوات الروسية في مواجهة نظيرتها الأوكرانية خاصة في منطقة خاركيف، تتسارع وتيرة إعلان الدعم الغربي لكييف. وزيرة الخارجية الألمانية ألينا بيربوك وخلال زيارة مفاجئة لكييف أكدت أن أوكرانيا تحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وذلك لمواجهة القصف الروسي بشمال شرق البلاد. وحذرت الوزيرة الألمانية من أن الوضع تدهور في أوكرانيا مجددا بشكل كبير، وذلك مع الغارات الجوية الروسية الكثيفة على المنشآت المدنية والهجوم الروسي في منطقة خاركيف. سبق ذلك أن اقترحت برلين إنشاء تحالف من 12 دولة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي. وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن المبادرة التي تم إطلاقها تحت اسم عمل الدفاع الجوي الفوري لأوكرانيا تتضمن تقديم كل من بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وكندا المساعدة المالية، فيما ستقدم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ورومانيا وليتوانيا مساعدات مالية وصواريخ. كما أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية عن إعداد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي من المقرر أن تصل بحلول نهاية يونيو. وأشارت الوزارة إلى أن من بين المعدات التي ستشملها الحزمة دفعة ثانية من دبابات ليوبارد وأنواع مختلفة من الذخيرة، بالإضافة إلى أنظمة الحماية المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة والتتبع الإلكترونية الضوئية. ومن جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اجتماعه مع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا أن دعم الولايات المتحدة لكييف ثابت ومتواصل، وإن واشنطن وحلفاؤها يعملون على تأمين احتياجاتها على المدين القصير والطويل. وتطالب كييف حلفائها الغربيين بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وعبرت عن خشيتها من أن يكون الهجوم البري الذي بدأته روسيا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد بمثابة تمهيد لهجوم أوسع نطاقا في الشمال وفي الشرق. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول إعلان العديد من الدول الغربية عن دعم أوكرانيا لمواجهة التقدم الروسي في المعارك. شكرا لكم على المتابعة. أعربت عدة دول في الاتحاد الأوروبي عن رغبتها ببدء مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا قبل نهاية يونيو المقبل، بينما ترى المجر والتي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد حتى نهاية العام أن الشروط غير متوفرة لبدء هذه المفاوضات. نتابع المزيد في هذا التقرير. بجانب الدعم العسكري غير المحدود التي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا، تضغط دول حلف الأطلسي لانضمام كييف لعضويته، حيث أعربت فرنسا وبعض الدول الأوروبية عن رغبتهما ببدء مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا قبل يونيو المقبل. وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان نويل بارو إن هناك فرصة للتعبير عن دعم فرنسا لمولدافيا وأوكرانيا في طريقهما نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الدعوة إلى الافتتاح الفعلي للمفاوضات قبل انتهاء الولاية البلجيكية لرئاسة الاتحاد الأوروبي. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعرب عن أمله في التمكن من عقد أول اجتماع للتفاوض خلال الولاية الحالية لبلجيكا، وبعد انتهاء ولاية بلجيكا في 30 من يونيو المقبل ستتولى المجر الرئاسة الدورية حتى نهاية العام، والتي ترى أن الشروط غير متوفرة لبدء هذه المفاوضات. وقد سعت في مناسبات عدة إلى تأخير عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وزراء من السويد وأيرلندا وفنلندا من بين دول أخرى أعربوا عن دعمهم لبدء المفاوضات قبل نهاية يونيو، حيث كان رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي
قد مهدوا لمفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا في منتصف ديسمبر الماضي. وافق الاتحاد الأوروبي رسميا على استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح أوكرانيا، هذا ويأمل تكتل بأن تدر هذه الخطوة نحو 3 مليارات يورو سنويا من أجل مساعدة كييف. نتابع المزيد في هذا التقرير. الاتحاد الأوروبي يتخذ الخطوة الأهم على صعيد العقوبات التي يفرضها على روسيا بعد أن وافق على استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يأمل بأن تدر الخطوة حوالي 3 مليارات يورو، بما يعادل 3.3 مليارات سنويا لمساعدة كييف في وقت تسعى للتصدي للعملية الروسية. وقالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على منصة إكس إن المجلس الأوروبي أكد اتفاقه لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول روسيا المجمدة لدعم الدفاع عن النفس للجيش الأوكراني وإعادة الإعمار في سياق الهجوم الروسي. وفي فبراير عام 2022 جمد الاتحاد الأوروبي حوالي 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي التي حجزها التكتل في إطار العقوبات المفروضة على موسكو. وتحتفظ منظمة الإيداع الدولية يوروكلير ومقرها بلجيكا بحوالي 90% من الأموال المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وبناء على خطة الاتحاد الأوروبي ستذهب 90% من الفوائد إلى صندوق مركزي يستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا، بينما سيستخدم 10% منها لإعادة الإعمار. تأتي الموافقة النهائية على خطة الاتحاد الأوروبي بعد شهور من السجالات القانونية وفي وقت تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا لخطة أوسع نطاقا في قمة مجموعة السبع. ترتبط الخطة التي طرحتها واشنطن ولندن بتقديم مجموعة السبع قرضا بقيمة حوالي 50 مليار دولار لأوكرانيا، مدعوما بأرباح مستقبلية من أصول روسية مجمدة حول العالم. يتوجه اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران وزير الخارجية سامح شكري لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمرافقين لهم الذين وفتهم المنية يوم الأحد الماضي إثر حادث أليم. ذكر المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سيعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مراسم العزاء، ومؤكدا تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق. شيعت جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران بعد وفاته إثر تحطم مروحية، هذا وسيوارى جثمان رئيسي الثرى غدا الخميس في مشهد وهي مسقط رأسه في شمال شرق إيران. قالت وزارة الخارجية التايوانية إن تايبي تولي تماما وثيقا بالتفاعلات بين الفاتيكان والصين، مضيفا أن بكين انتهكت مرارا اتفاقا أبرم عام 2018 بشأن تعيين الأساقفة. أضافت الوزارة أنها تواصل تعزيز التعاون مع الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية في مجالات مثل المساعدات الإنسانية والدفاع المشترك عن القيم الأساسية للحرية الدينية. قال
قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو إنه يجب أن يكون هناك أولوية لمعايير الأمن والسلامة في استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي. وخلال افتتاح المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي في العاصمة سول، أكد هان على ضرورة إيجاد طرق لضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل المجتمع وعلى مستوى العالم. كانت 16 شركة عالمية قد تعهدت في وقت سابق بتطوير التكنولوجيا بأمان في وقت تسعى فيه الهيئات التنظيمية جاهدة لمواكبة الابتكار السريع والمخاطر والتحديات الناشئة. ضرب 12 إعصارا ولاية أيوا الأمريكية مما خلف دمارا وأضرارا جسيمة في الولاية. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من الإعصار والعواصف الرعدية الشديدة في معظم أنحاء ولاية أيوا والعديد من ولايات الغرب الأوسط الأخرى بما في ذلك أجزاء من مينيسوتا وويسكنسن. قالت السلطات الأسترالية أنه تم رصد سلالة شديدة وجديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بالقرب من مدينة ملبورن، مؤكدة أنها ليست نفس السلالة التي اجتاحت العالم وأصابت الأبقار في الولايات المتحدة. قالت وزارة الزراعة في ولاية فيكتوريا إن المزرعة التي حدث فيها تفشي المرض وضعت في الحجر الصحي بعد نفوق عدد من الدواجن، وأكد أن تفشي المرض لا يمثل أي خطر على صحة الإنسان. الأخبار الاقتصادية، ارتفعت الصادرات السلعية للشهر الرابع على التوالي بنسبة 10% لتبلغ نحو 12 مليار و912 مليون دولار. تستهدف مصر خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كل القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية. نتابع المزيد في هذا العرض مع كريم الخولي. مشاهدينا أهلا ومرحبا بحضراتكم. في ظل استمرار المساعي المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية سنويا، سجلت تلك الصادرات تقدما ملحوظا خاصة منذ مطلع العام الجاري. الصادرات السلعية المصرية واصلت ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12 مليار و912 مليون دولار مقابل 11 مليار و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%. وتستهدف مصر خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كل القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تضافر الجهود بين المسؤولين المعنيين والقطاع الخاص بما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً. أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار، تلتها الصناعات الغذائية بنحو 2 مليار و102 مليون دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بمقدار 1 مليار و676 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بـ1 مليار و765 مليون دولار. وفي الوقت نفسه نجحت مصر في عام 2023 في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي بشكل خاص إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وتمكنت من النفاذ إلى 93 سوقا جديدا خلال آخر 10 سنوات. كما تعمل الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات الراهنة بهدف زيادة الصادرات.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2%، وذلك خلال العام المالي القادم. وتواصل مصر جهودها نحو تحديد أولويات الإنفاق وتنويع البرامج الاقتصادية مع السعي الجاد نحو تحسين مناخ الاستثمار لتوفير النقد الأجنبي ودعم القطاعات الحيوية، فضلا عن مواصلة الجهود لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار بجانب تعزيز دور القطاع الخاص، وهو الذي أسهم في دعم استجابة الاقتصاد المصري والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول مؤشرات أداء صادرات مصر السلعية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024. شكرا لكم على طيب المتابعة. ارتفعت صادرات اليابان لشهر الخامس على توالي في أبريل الماضي مدعومة بانخفاض قيمة الين، مما عزز من قيمة الشحنات، لكن حجم الصادرات أظهر انخفاضا ما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي. قالت وزارة المالية اليابانية أن الصادرات نمت بنسبة 8.3%، لكن حجم الشحنات انخفض بنسبة 3.2%، وهو الشهر الثالث على توالي من هذا التراجع. قد أسهم الطلب الضعيف من الصين أكبر شريك تجاري لليابان وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في تعثر حجم الصادرات. الأخبار الرياضية، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. كان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قد منح الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين عقب العودة من تونس بعد خوض مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. عاد فريق الزمالك لتدريبات بعد تتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربية، وذلك استعدادا لمواجهة فيوتشر غدا ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الممتاز. وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا استشفائيا وبدنيا خاصا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان دون المشاركة في باقي فقرات المران الجامعي خوفا من تعرضهم للإجهاد. فاز بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي بعد أن قدم مانشستر سيتي لحصد اللقب الرابع تواليا في إنجاز لا سابق له. فاز المدرب الإسباني بالجائزة 4 مرات منذ انضمامه إلى السيتي في 2016، وبحصوله على 6 ألقاب في الدوري أصبح غوارديولا الآن ثاني أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. قرر المدرب الإيطالي كلاوديو رانيري مغادرة فريق كاليوري بعد نهاية الموسم، هذا ويمتلك رانيري مسيرة رائعة من كرة القدم كمدرب، حيث درب أندية نابولي وأتلتيكو مدريد وتشيلسي ويوفنتوس، كما عمل مع إنتر وموناكو وروما. وتعد أبرز إنجازات رانيري قيادته لليستر سيتي والتتويج المفاجئ بلقب الدورية الإنجليزية لموسم 2015-2016، وذلك في أحد أبرز المفاجآت في تاريخ الدورية الإنجليزية. ودع نجم التنس الاسكتلندي المخضرم أندي موراي منافسات بطولة جنيف المفتوحة من الدور الأول، وذلك بعد خسارته على يد الألماني جانيك هانفمان بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 7-5 و6-2. خاض موراي أول مباراة له منذ مارس الماضي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.
وختام النشرة تذكرة بأبرز العناوين. عدة دول أوروبية تعلن الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، والرئاسة الفلسطينية ترحب. الأونروا تحذر من نفاذ مخزون الأدوية في قطاع غزة بسبب استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر. مدبولي يثمن دعم الهيئات المالية العربية للمشروعات التنموية في مصر. ختاما مشاهدينا الكرام، لمزيد من الاخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال اب ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشه. كنت معكم انا دانا متحد، وشكرا ايضا موصول لي الزميله دعاء جاد الحق. نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.